جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: من اكتسب أموالا حراما من الغناء أو غيره فهل يقبل دعاؤهم أم لا؟ الذي يأكل الحرام لا يقبل له دعاء، كما جاء في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فالمسلم لا يأكل الحرام ولا يستعمله، وإذا استعمله بالأكل أو غيره أو اللباس أو السكنة أو غير ذلك فإنه لا يقبل دعاؤه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها. نعم.